ممكن نلعب جولة مع بعض؟ يلا اوكي. من وين ما شاء الله عليك؟ انت من الكويت؟ هاي سهلة. هلا فيك، حاب أعرفك نفسي. معك الأستاذ سعود، مدرس خصوصي ومتذوق في النظارات الفخمة. صدق نعم. درس شنو؟ العربية؟ لا بدنية، رياضة. طبورة. ما نمت لحد الساعة 12. لا إجازة عندنا في السعودية. ومتذوق اي صح نسيت. متذوق للأغاني المصرية والسعودية والأغاني كلها. صدق انا احب عبد المجيد واحب محمد عبده. مجيد، أنا ترى أنا أحسن منهم كلهم في الصوت. طب غني لي ريانة العود. استغفر بالله، طفي المسجل عندك. يلا صوتك مو حلو، قلك اسكت ترى. ها أنا نفسك بيعجبك وانت يا صراحة، لو مو ما تبي تقول ما الصدق له شغل. لا ما له شغل، ما لو عجبني سمحت. قلك اسكت. اوكي قلك قلك ريحة نفل. جايز كملوا الدبل. لو سمحتي، قاعد تراني قاعد أغني يا أخت. طيب عشان يكملوا لي الدبل. يا متابعيني اللي تحبون صوتي، بليز كملوا لي الدبل. اوكي يلي ريحتك عنبر وعود، ريحتك عنبر ونفل وعود. سلامتك، طال عمرك. يا اللي يعجبك، تتغني. والله اني قاعد اغني. ها اي والله، لا تغني، ليش طيب؟ صوتك خايس الحكي لنا. والله انه حلو، بس يمكن انت ما ركزتي في الاهات والله مو حلو، النبحة، ما ركزتي فيها. لا تغني لا تغني. ترى انت احسك يعني ما ودك تقول صدق وشايفه نفسك علي، ترى مو زين هذه عند الناس. يقولوا لي مقلب لا تصدقين. قلت ايش اللي مقلب؟ والله اني قاعد اغني لك بصوتي. بعدين انت ليش انت حاسده؟ صوته ها انت تحسدين الناس؟ وربي صوتك مو حلو. لا والله ما اخذ رايك، انا ماني جاي اخذ رايك، عندي متابعيني صوت. ما انا اقول لك اختر عليك شيء. يعني انت لا شفت عند يعني تبي تغني، تعرفون تغني؟ وين؟ بركب لا تغني عند أحد، والله مو حلو. ها ترى علمتك. هم يضحكون. انا هذا اللي غني اللي غنيته اول مره اغني، احب اغني مثل الحرب، حبك يدمر حياتي، فهمت كذا. طيب شوف، ابغى بروح الحمام واسمعك الصوت كذا، فهمتي؟ يلا روح روح شوف غني في الحمام يمكن يطلع صدى حلو. الاماكن جايز ماري الو. الأماكن كلها شفت انا عرفت كلها. صوتي ها اني احسن منك. اخي، انت ليش كذا يا اخي؟ قولي انك ما تبيني احاسستني، ترى عادي. ورب الكعبة صوتك مو حلو، انت يضحكون عليك. مو بكيفك، مو بكيفك والله العظيم كافي. والله، مو كيف تصوت. بغني المتابعيني ومتابعينك، رجال انت. صوت كتير حلو. مثل الحرب، حبك يدمرني حتى من لو يحرمني، حرمني يا الغرامك ما رحمني، قد كسر قلبي وقهرني، قهرني دخيلك روح.
من بالي اطلع برا ذاكرتي، اريد انساك ما اقدر افكر بيك، مشكلتي احاول ما افكر بيك واصب الروح بالقوة، شفت نفسي بقايا انسان لا حول ولا قوة، شسوي لك اضحي لك، معك. جبت عمري اوافي لك واكتب لك واغني لك. انت صدق هذا شغل صدق صوتك الحين؟ والله اللي قبل شوي صوتي هذا صوتي، بس انت حاسده. والله مرة ما شاء الله صوتك حلو. اللي قبل شوي تقولين انت انسان، انت اشتركت انسان ببرامج ولا بس كذا تغني؟ انا عندي اغنيه اسمها حبك حبيبي دمرني حياتي. ما شاء الله. طب ليه عندك الفورز مره قليل؟ يا اخي ما الناس ما تدعم الاصوات الحلوه. انا انسان، وجهي ترفيه مو حلو، يقول ما لك قبول يقولوا لي وكذا. ما قد الصراحه ما احب اني ازعجهم، وانا ترى ساكن لحالي وما وحتى دعم ما يجيني، ولا اصلا الايجار حق البيت اللي انا فيه. انا تزوجت قبل، ترى انا عمري 23 تزوجت، وما كذا يعني صار ما عندي شغل وكذا، قعدت اشتغل وكذا، وفكيت بثوث وكذا، وصرت ادخل مع الناس وكذا، وزوجتي قالت لي ما احب اقعد عندك واروح، خلاص وراحت لها دعمك. وراحت لاهلها، وقعدت عاد هنا بث عشان اطلع فلوس ان شاء الله، وافتح لي مثلا كواي مثلا سوبر ماركت، واجمع فلوس واقعد اتزوج ثاني مره من جديد، اقعد اخذ وحده غير وارجع اسكن هنا. اسكن هذا ترى غالي البيت، كل سنه اعطيهم 70 ألف، كل سنه تخيلي، كل سنه اعطيهم 70 ألف. انت وين ساكن فيه؟ شفتي تعرفين عرعر، انا هناك ساكن. ومصرا انا كنت، بس كاكا انا انولدت في الحساء، وبعدين الزمن دار فيني ولفيت ورحت تعرفت على واحد وتاجر كذا واشتغلت عنده، بعدين طردني حسبني كذا. يا اخي الدنيا خلاص تخلص الساعة هذه أنا أجي أدامك، أوكي؟ قول والله. والله أبشر، يلا نلعب جولة ثانية، تعال. قول وقسم بقيت الله. ما شاء الله جاك دعموك، جاك دعم ما شاء الله جاك. عبد العزيز، الله يبيض وجهك. عيني يا عبد العزيز، يا انا من انت ما الله. شاء الله. ترين انا شيء كذا سويت هنا عملية سويت قبل. سلامتك والله. قبل يوم من قبل كبرت وتغيرت حياتي. انا ترى لحالي قاعد في الحياة هذه، تخيلي لحالي، عندي خوي واحد وكل يوم اروح واجي معاه. عادي حتى أنا ترى كلنا كل كذا ناس كثير كثير، ناس كثير. يمكن مليون ألف، يعني مو مليون ألف، يعني كثار ناس عندهم ما عندهم كذا، قاعدين زينا أنا وأنت، يعني ما عندنا أحد. إيه عادي، أنا أنت في أغنية تدرين كل ما أقعد أنام، غني لي الأبو نورا، غني لأبو نورا غني، الله يسعدك. أنا ما صراحة ما أصلا أنا ودي أروح هناك عند الرياض كذا، وأقدر أروح البرفات وأروح شو اسمه ذول اللي فيه ألعاب، وأقعد ألعب ساتر في قد انتظر يجيني دعم. يقول في واحد كذاب، والله انت مسكينة كيف لسه تصدقينه؟
أما صدق أنت تقول تدري ليه يقولون كذا؟ أنا مرة دخل معي واحد، إيه؟ أنا ما أعرف لا أقرأ ما أعرف لا أقرأ وأكتب. ما تعرف تقرأ وتكتب؟ حتى أنا يعني ما أعرف أقرأ عربي مرة. لا تعلمت طلعت صوت رسالة، ها؟ جاء إيش من واتساب رسالة فوق كذا، وسويت بحاول اني اقراها وشافوني قال اوه جت رسالة كذاب، هذا ما يعرف يقول انه ما يعرف وتبللوني. انا في اغنية بهديها لشخص كان عزيز على قلبي. يلا طيب. يما بفراق انعمت عيني عيني عيني، اش قصر لك ما حاضني، مزعل من دون اسباب اللحظات ثقيل علي وقوة تكون. يما بفراق انعمت عيني عيني عيني، يما اذرف دموع اذرف دموع، يما اذرف دموع، يما ليت اسمع الصوت، يما ليت اسمع الصوت، ولا شوف ربع وجهه. يما لا صوت مرة حلو. عبد العزيز يا بعد عيني يا عبد العزيز. اخوان ذا اذا اللي عنده يعني كذا نقاط يقدر يدعمني عشان اجي اقعد اروح الرياض، بروح لكم الرياض واصور لكم هناك في الانستغرام واقعد اوريكم كيف اروح بالفرد واركب السفينة دي اللي فيها موية لعبتي المفضلة. تن جاكيت هذا جاني هدية، يا حلو ما شاء الله. الله يا ربي يحلي أيامك، قد أشوفك إن شاء الله. قل لي أمين. آمين. ليش اسمع تدقيت؟ الحكم الأول أيوه تكتب وانترو جيت. وانت هذا مين؟ أنا أسكر البث وقد أكتب. خلاص لا قفلت البث عادي اكتب. طيب أنا أنسى فيني نسيان. أنت ليش طب ليش ما يعني نقدر تقفل نشوف، بثك؟ ليش ما نقدر نشوف عيونك؟ احط صورتي انا في البايو. خلاص هذا الحكم. طيب كيف بشوف انا عيونك؟ اضفته. ما شاء الله يلا مع السلامة. عليك، بس انه تدعميني إيه إن شاء الله. قول والله. والله أبشر. الله يا رب يفرحك يا رب يا رب انه يجيك بكره آمين ان يا شاء الله رب. فلوس كتير، تلقيهم طيحات، تلقى مو طيحات يعني كذا واحد غني فهمتي يعني عنده فلوس ويقعد يحط لك هلا وسهلا. اي والله.